الجبري بينجر حديث من راسه براه كده، وكمان حديث قدسية. يقول قال تعالى الجبري يقول في هذا المقطع: إنني أنا الله أقول للشيء إذا أردته كن فيكون، فأطعني عبدي أهبك أن تقول للشيء كن فيكون. ودي من أخطر ضلالات الجبري والصوفية، لأنه بيعتقدوا أن شيوخهم بيقولوا للحاجة كن للشيء كن فيكون، يعني ده يبقوا شيوخهم في يعني مقام الإله آلهة مع الله سبحانه وتعالى. وربنا قال إنما أمره وإنما دي أداة حصر. يا جفري يا ما بتعرف لغة عربية بليد. إنما أمره أن يقول إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده عقيدة يعتقدها أي مؤمن في الله سبحانه وتعالى، إن يقول للشيء كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ده الله، ما ممكن الجفري ولا صوفي يصل هذه المرحلة. ما في حديث زي الجفري، كذاب. انت تكذب على الخلق وتكذب على الرسول وتكذب على الله كمان يا جفري يا صوفي يا مجرم. الوقفة السابعة يا اخي، ده قبل الوقفة السابعة. لو الصوفي شيخ صوفي بيقدر يقول للشيء يكون فيكون، يا جفري يا صوفي قول لي فلسطين كوني من غير اليهود فتكون، مش خدمة قدمها للإسلام؟ قول يا مسلمون كونوا أقوى من أمريكا وإسرائيل، نبقى أقوى من أمريكا وإسرائيل، ولا ما هو كده؟ ده كلام باطل وكلام فارغ. صح، وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.